منظمة برايل لتأهيل المكفوفين وضعاف البصر تقدم رمضان بيناتنا. رمضان بيناتنا برنامج اجتماعي يناقش التقاليد والعادات للمسلمين في الشهر الكريم في العالم العربي. رمضان بيناتنا من إعداد وتقديم الدكتورة هدى مراد، إخراج حيدر البصير. مرحبا، كيفكن أعزائي المشاهدين؟ أنا اشتقت لكم، أنتوا ما اشتقتوا لي؟ بلا أكيد اشتقتوا لي. تحياتي لكم أحبائي، رمضان مبارك علينا وعلى الجميع إن شاء الله. مثل كل حلقة بدنا نروح على عالم العادات يلي إلها علاقة بشهر رمضان المبارك. واليوم بحلقتنا هاي بدنا كمان نروح على عالم العادات لنشوف شو في عادات لازم نحكي عنها خلال هيدا الشهر الكريم. يا عباد الله وحدوا الله، يا عباد الله وحدوا الله. أنا أمدح المولى الغفور الودود اللي تجلت رحمته في الوجود، الأرض والسماوات عليا شهود. سبح إله العرش واخضع إليه، هو الوحيد اللي انت رزقك عليه، الملك والملكوت عطيتي دي. يلا 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 وصلنا. يا الله شو في عادات خلال شهر رمضان المبارك. عادات كتير حلوة وكتير لذيذة، بس في عادات سيئة، ومن هالعادات السيئة نحنا رح نتناول اليوم عادة. يي، عادة سيئة بشهر رمضان؟ ايه عادة سيئة. يا لطيف، شو هي؟ الأكل، الأكل كتير، الأكل كتير عادة سيئة بشهر رمضان. إنه يعني كيف؟ يعني لازم واحد مثلاً إنه ما يأكل؟ يعني لازم واحد يأكل مثلاً أكل قليل؟ يه، معقول هيك؟ كيف هيك؟ طيب هلأ نحنا منكون صايمين كل الوقت وجعانين، ويا الله وما منصدق إمتى يقدن المغرب لحتى يعني نروح، مش نروح، نهجم إذا بتكون على الأكل. إيه ويلا إيه، لحتى تجي بعدين أنت يا هدى تقليلنا إنه الأكل كتير بشهر رمضان عادة سيئة. يا الله، طيب كيف هيك؟ يعني ما معقول هيك. طيب شو منعمل نحنا؟ هلأ رح نحكي بالنسبة لعادة الأكل كتير بشهر رمضان المبارك. الأكل كتير بشهر رمضان المبارك عادة كتير منتشرة بمجتمعاتنا العربية، لا سيما ببلاد الشام. هلأ ما بعرف كتير بالنسبة للدول التانية، بس كمان بيأكلوا كتير، يعني مثلا بمصر، بالسودان، بدول المغرب العربي، بدول الخليج. أنا بتصور بدول الخليج بيأكلوا أكتر. لا أوكي،
هلا خلونا نحكي عن الأكل كتير. الأكل يعني نحن منبلش طبعاً الساعة 2:00 إذا بدكم 2:00 الظهر، بتقوم ست البيت ومعاونيها ممن هم داخل البيت بيقوموا بيحضروا الأكل. ولحق يا معلم على فتوش وعلى شوربة وعلى بطاطا مقلية وكباب ورقائات وشو بدي خبق ومناسف ورز ومرز وبرغل وفتوتشيني وما فتوتشيني وسوشي وما سوشي ويمي وكل يا معلم. اوكي طيب، انه كل هول الصايم بدو ياكلهم كل هول؟ طب كيف؟ كيف يعني؟ ما عم بفهم كيف الصايم بدو ياكل كل هول؟ ايه بدو ياكل كل هول الصايم. طب هو بيقدر ياكلهم؟ لا ما بيقدر ياكلهم. طب ليه منعمل اكل كتير؟ ما هو اذا بتلاحظوا انه دايما دايما بعد الافطار 3/4 الاكل بيكون بعده موجود. حتى في ناس مثلا يعني بيخلوا لتاني يوم. انا مثلا من الناس اللي بياكلوا بقى عيومين وعتلاتة اذا 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 كانت البراد منيح والكهرباء ما عم تقطع لي. لا ما هيدا اكل بالنهايه يعني. اوكي هلا في شغله. طب انه ليه نحن بنعرف انه نحن ما بناكل كتير واوكي طب انه ليه منحط اكل كتير يا عمي؟ منحط اكل كتير لانه ببساطه هيدا عادي بالنسبه لنا. اوكي بتبلشوا بتجوا على سفرة الأكل، بتلاقوا الفتوش، الشوربة، البطاطا المقلية، المناسف إلى آخره. ما بدي أرجع عيدهم لأنهم كتير كتار. وطبعا بالإضافة لهيدا الشيء في عنا بعد الأكل في عنا حلو. يعني أنا بدي أفهم هيدي المعدة اللي بتكون فاضية كل نهار يا جماعة كيف بسرعة البرق بتكون ببساطة تعبوها. هلا اوكي حلوه حد يحط اكل. انا شخصيا بحب الاكل كتير، يعني انا بحب شوف اكل كتير على السفره، بحب التنوع بالاكل، بس انه نعمل كميات قليله. هلا في ناس مثلا يعني بيحبوا التنوع بالاكل. انا من الناس اللي بحب اكل، بحب اكثر من صنف صراحه. يعني ما فيني اقول لكم انه والله فتوش وشوربه وكبه بلبن وخلصت. لا ما يعني بحس حالي انه فطور فقير بصراحه. بحب التنوع بالاكل، بس طب انه اوكي تنوع بس بكميات قليله. يعني مثلا بدل ما اعمل 10 و40 طنجره كبه بلبن، بقدر اعمل طنجره واحده لو كل واحد اكل كيسه صغيره، مش ضروري صحن هالقد، صحن وزنه 150 كيلو يعني. مثلا في ياكل كيسه صغيره ببساطه. فتوش شوي زغطورين، لقمتين ثلاثه فتوش، ما بزياده ما بالنهايه. انت بدك يعني انت الهدف من الإفطار إنك أنت تعطي جسمك الطاقة اللي لازمته والحاجات اللي لازمته، الحاجات من الأملاح، من المعادن، من السكريات، تعطيه اللي لازمه. طب إنه ما عليه يعني، طب إنه أنا فيه أكل صحن كبة بلبن وفيه أكل كاسة كبة بلبن مع وحدية سمك فيليه مثلاً، مع كاسة شوربة، مع لقمتين ثلاثة فتوش، مع شوية بطاطا مقلية، مع قطعتين بيتزا. واو طب انه منيح، طب انه بكفي. ليه؟ لا انا بدي اعمل 3-4 صواني بيتزا و65 طنجرة رز بفاصوليا و43 كيلو سمك فيليه، بس لحتى حطهم كلهم وين؟ على الافطار. طب انا بهيدي الطريقة شو بكون عملت؟ أول شيء أنا بكون كترت أكل على الفاضي. تاني شيء الأكل حأكله عيومين على ثلاثة على أربعة يمكن. طب أنا بدل ما أكل هالأكل عيومين ثلاثة، في أكله على يوم واحد وكون عامل كميات كتير قليلة وأكل الأكل طازة وبيطلع كتير طيب. الشغلة التانية واللي بدنا ننتبه لها كتير منيح، أنه في ناس عم تبقى بلا أكل يا جماعة. في ناس بشهر رمضان المبارك عم بيناموا بالعراء وعم ياكلوا التراب، عم بيصفوا التراب. طب انا لما عم بعمل صحتين على قلب اللي بياكل، اكيد صحتين على قلبه اللي بياكل، والصحه من الله، ومطرح ما يسري يمري ومطرح ما يبني ياسس يا جماعه، وصحتين وهنا.
بس لازم نتذكر شغلة إنه أنا صفرتي بتكون مليانة، يمكن صفرة جاري ما يكون فيها صحن فتوش. طب إيه وبعدين؟ طب كيف؟ يعني ما عم بعرف إنه كيف نحنا منفكر. أوكي حلو التنوع، برجع بقلكم أنا حدا بحب الأكل، أوكي، بس بلا ما كون عاملة كتير أكل بكميات كبيرة بكون عاملة كتير أكل بكميات قليلة، وباكل كتير وباكل وبشبع وبقول الحمد لله والحمد لله وألف الحمد لله على نعمة الله ونعمة كريم. اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وإن قلت يا أخويا الأكل كتير، الأكل كتير وبلاش بعد أو بلاش تبذير وبلاش تبذير. وإن قلت يا أخويا الأكل كتير، الأكل كتير وبلاش بعد أو بلاش تبذير وبلاش تبذير، اصرخ ويقول يا أخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. دي نصيبت ايه دي؟ عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني ورمضان كريم. وحبيبات قلبي أعزائي المشاهدين، تسلمولي وتقبروني إن شاء الله، ينعاد عليكم بالصحة والعافية. رمضان مبارك على كل حدا فيكم صغير وكبير ومقمط بسرير، رمضان مبارك. وتحياتي إلكن بودعكن على أمل إني ألتقي فيكن بحلقة جديدة من برنامج رمضان بيناتنا. رمضان بيناتنا برنامج اجتماعي يناقش التقاليد والعادات للمسلمين في الشهر الكريم في العالم العربي. رمضان بيناتنا من إعداد وتقديم الدكتورة هدى مراد، إخراج حيدر البصير.